شوية قراقير تافهين من الجزائر طلعوا مظاهرة يوم الخميس أيام المظاهرة اللي عملها الرئيس عبد المجيد معرفش إيه بعد ما خد الموافقة من السفير الفرنسي عنده وطلع عمل مظاهرة يوم الخميس البائسة دي، فطلعوا مش مرتبين الشعارات، ما كانوش عارفين هيطلعوا ولا لا، فعملوا مظاهرات طلعوا تفتكر نددوا بما تفعله إسرائيل في حماس بإيه؟ لا إله إلا الله السيسي عدو الله. السيسي ماله؟ انت طالع تنصر القضية الفلسطينية ظالمة او مظلومة؟ السيسي عدو الله ليه؟ مش السيسي اللي منعك 12 يوم ما تطلعش المظاهرات؟ مش السيسي اللي خلى رئيسك نفسه ولا النفس حتى ومستخب 12 يوم؟ مش السيسي اللي منع المظاهرات عندك 11-12 يوم؟ مش السيسي اللي مجوعك؟ مش السيسي اللي مشردك؟ مش السيسي اللي مضيع فلوسك شقارة ونقارة على دعم المنظمات الإرهابية؟ السيسي مالك وماله؟ السيسي جزمته ببلدك كاملة؟ السيسي بيشتغل في صمت بدون طنطنة بخروبية؟ السيسي مالوش علاقة بيك ولا انتو في دماغه؟ السيسي كان حتى لسه ما حصلش القمة بتاع القاهرة دي عشان رئيسك ينبط وما يروحش، ولا السيسي اللي ما دخلكش البريكس، ولا السيسي اللي أفقرك وجوعك؟ إنما العنترية والمزايدة وقلة الأدب اللي طبعوكوا ده، أتمنى الإعلام المصري يشوف هذا الشعب الذي تربى على العدوانية، وأتمنى من كان مساندا لهم ويقول لي ويلومني ويقول لي لا ما إخاوة يتفرج على الفيديو ده هنشره لك دلوقتي. طلعوا مظاهرة ما رتبوش شعارات، فلقى يقول إيه؟ لا إله إلا الله السيسي عدو الله. السيسي ماله يا بلغة؟ السيسي بيبذل اللي عنده من جهد رئيسك عمل إيه؟ لكن ما يقدرش يشوف رئيسه المنبطح على كرش وبيتفرج على الجزيرة زيه زي أي عاجز، إنما شاف إن السيسي ما عملوش اللي هو عايزه، ما سلطنش وزعم عبد المجيد بطيخة وقال له تعالى ما نحل الأزمة، إنما ما عبروش لأنه ما يسواش رئيسك قزم. فالسيسي ماله؟ شوف الفيديو ده واستنى أحكي لك الحكاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. مظاهرات يوم الخميس في الجزائر، تلك المظاهرات البائسة خرج فيها القراقير تحت غطاء الجيش بلبس مدني وشوية البهليل دول، ما جهزش مظاهرات فطلع، ما جهزش شعارات يقولها في المظاهرة، فبعضهم قال الشفارة أي الحرامية اللصوص سرقوا البلد، بيتكلم على نظامهم طبعا اللصوص العصابة زي ما بيسموها الجزائريين نفسهم، واللي طلع منهم يتكلم عن غزة وعن القضية اللي هو طالع ليها أصلا ما لقاش في دفاتره غير لا إله إلا الله محمد رسول الله، السيسي عدو الله. عدو الله ليه يا بائس يا تافه؟ يعني عايزه يعمل لك إيه؟ السيسي من ساعة الضرب ما بدأ حشد الجيش الثاني والثالث الميداني على الحدود، نمرة اتنين بدأ يدور أهم شيء عنده الناس دي تاكل وتشرب، يدخل مساعدات الناس اللي عنده اللي في غزة دي تدخل لها المساعدات، إضافة إلى أنه ما عندوش استعداد أنهم يهجروا فتنتهي وتتصفى القضية الفلسطينية وتصدر إلى دول الجوار وياخدوا غزة كده حلالا طيبة، ويقوموا رايحين على الضفة الغربية ترضين بتوع الضفة الغربية على الأردن وتبقى بالكامل خلاص وانتهت القضية الفلسطينية عشان انت تشوف السيسي حبيب الله. السيسي مش عدو الله، السيسي بيحاول يوقف إطلاق النار. انت رئيسك فين ما يحط ايده في ايده كده ويقف معاه؟ انما رئيسك قاعد نام على بطنه زي العزارة وهما بيتفرجوا على الأفلام الرومانسية ويعمل برجليه كده ويتابع الجزيرة. 12 يوم يا تافه لم نرى رئيسك التافه، 12 يوم يا تافه لم تستطيع أنت أن تنزل مظاهرة، مظاهرة تنزل تضامن قدام بيتك في شارعك يا تافه. 12 يوم، يوم ما نزلت يوم الجمعة محطوكم ووقفوا المترو وشلوا العاصمة كلها عشان خايف من المظاهرات يا تافه. لما نزل واحد بلحية عندك في وهران في الميدان بالليل يعمل لايف ويقول أي كلمتين قبضوا عليه الشرطة السرية بزي مدني وفيديو شهير جدا وأنا عملت فيديو عليه يا تافه، تنزل ينزلك مظاهرة يوم الخميس البائسة عشان بس يحفظ ماء وجهه بعد 12 يوم؟ لو والد كان اتنفس وعمل السبوع وقام 12 يوم ليه؟ كان عامل ايه؟
ونزل بعد 12 يوم منزل مظاهرات البهليل والتفهين غالبيتهم زي ما عملت لك فيديو وريتك قبل كده مقاطع فيديو يقول لهم يا حرامية سرقتونا، يا حرامية كلتوا البلد، هو الشفارة كليتوا البلاد، يا حرامية كلتوا البلد. والنص التاني اهو معرفش السيسي جوز امه، السيسي عمل لك ايه يا تافه؟ يعني انت عايز السيسي يروح يدب كده لوحده قدام امريكا وقدام القوى الاخرى وانت تتفرج وبعدين تقول الجندي اللي بطيخه تبعت لنا بعد وقف اطلاق النار وتقول الجندي الاسرائيلي كان يرى الجندي الجزائري وتقعد تعمل بطولاتك بالفم زي محمد ابراهيم بخروبه وشيك على بياض والبطيخ ده يعمل لك ايه؟ بيدور على اكل وشرب الناس المحاصره الاول وقف اطلاق النار وعدم تدمير بقيه المدينه بالعقل وبالسياسه تافه هو وملك الاردن والزعماء العرب انت قاعد عايز انت بابجي انت فاكرها بابجي يا تافه جيم بابجي هندخله مال السيسي عدو الله ليه عدو الله ليه العدوانيه دي ليه العدوانيه سمعت في اي عاصمه من العواصم بيقولوا لا اله الا الله بطيخه عدو الله بطيخه ما حد عارفه مش عارفين نقول كنيه الله يلعن شرفك احنا مش عارفين نقول كنيته لا ولا تزعل لما نرد عليك الرد ده يقولك لماذا تعادي الجزائر يا اخي رد فعل احنا رد فعل الفعل عندكم الوسخ عندكم حشاكم طالع من عندكم هم السيسي عدو الله ليه يا جدك خد ميراث امك عمل لك ايه السيسي السيسي مهتم بشأنه وبلده السيسي مهتم ببلده وشأنه ما نستطيع ان نفعله بنفعله في القضيه الفلسطينيه في صمت ما بيعملش عايزه يعني يطلع يقرقر ويطنطن يعني شغل الكبرانات ما بيعملهوش ده ما بيعملهوش من زمان وحتى ايام مبارك ما بنعملهوش بالعقل وبالمنطق والكلام والحوار ما عندك لو لقينا فيكوا خير لو في خير اصل احنا مجربين مدوزين حرب 73 وما حدث فيها يعني ما احنا مجربين يعني مجربين ما لقينا غير الشعارات والناس ده الطيارات اتسحبت في عز الحرب يا بهلول خلينا ساكتين مش عايزين نلخبط عملتوا ايه يعني لشلنا الطين احنا ده احنا فضلنا للتسعينات اقتصادنا مدمر بسبب الحرب حرب مش سهله يا بلغه نقف لوحدنا هو انتوا فيكم خير هو انت عندك غير العدس واللوبيا ده انت ما عندكش عدس ولوبيا ده انت اللي بعت له بطانيتين مأملين في الزلزال السوريين زلتوهم عايز تلعب بابجي معانا هي مش بابجي وبعدين ما الحدود مفتوحه ما تروح انت يا عم السيسي عدو الله خلي حبيب الله بتاعك يورينا هيعمل ايه بدل ما هو نايم على بطنه زي الوالده مش لاقيينه بقالنا قد ايه احنا بقالنا داخلين في اهو عمل غير اجتماع البائس بتاعه ده وطل طنطن في شعرين ونام تاني مال السيسي يعمل لك ايه يا تافه يعني يعمل لك ما تخليك في شأنك انت مالك ومال السيسي قاعدين شايلينه على دماغك ليه سيبوا المصريين منهم ليه يشيلوه يحطوه يلعنوه يعملوه ده مننا في بناتنا في بعضنا زي ما بتيجي كده تقول لي ولماذا تتحدث عن رئيس الدوله لا تتحدث لا اتحدث لانه رئيس دوله مربى دوله ما دي ما دوله دي مزبله ده زعيم مزبله ما هو اللي زارع فيكم كده هو لو بيلمكم ما تعملوش كده انما هو اللي قابل كده وانتم ما احنا رد فعل وليس فعل الفعل عندكم اهو زي كده ده بنرد عليه بقى يجي القرقور دائما يحاسبك على رد فعلك وينسى فعله لا لا نازل تنصر غزه ولا نازل تكفر السيسي انت مالك ومالك طب ما تورينا عملت ايه يا عم ونعمل زيك عشان احنا كمان نقول السيسي عدو الله قول لنا طيب عشان ايه نعمل ايه يعني انت عملت ايه عشان احنا نعمله نكبس يعني ما كبسش السيسي ما نمش على كرشه زي رئيسك وسكت وضرب الطم 12 يوم يعني طيب السيسي عدو الله وبطيخة حبيب الله عمل ايه عمل ايه وانت عملت ايه انت يا قرقور ده انت ما عملتش مظاهرة ليوم الخميس لما سمح لك وقفت ترقص السيسي عدو الله يوم الخميس فقط وما عملتهاش تاني ما كررتهاش لا جمعة على سبت لحد زي بقيت عباد الله زي النصارى في اوروبا زي اي حد ما عملتش حاجة فتقول لي لا اله الا الله السيسي عدو الله فين اعلامنا فين اعلامنا شفتوا المزايدات الرخيصه دي تقدروا تقولوا للبهاليل دي حط لسانك في بقك ولا اخوه والشهداء بلا شهداء بلا بطيخ ما فيهم بني ادم ما فيهم راجل
انسوا النغمة دي، صدقوني احترامكم ليهم سنين خلاهم وصلوا للمرحلة دي بالشعارات الكاذبة بتاعت عبد الناصر لما جاملهم وقال لهم مليون شهيد، خدها بنبلة وراح الجزائر قال مليون ونص، دلوقتي بيقولوا 5 مليون. أول مرة أشوف شهداء بتولد بسبب مجاملة صغيرة من عبد الناصر. قاعدين مزروطين بقالنا 60 سنة اهو قاعدين نشوف الزرات وبس. لذلك ردوا عليهم، حطوا صندلة في فمهم. اللي يجي يقول لك احنا خاوة واحنا اخوة دول صعينة ناعمين زي الصعينة، والله ناعمين، لكن سعد ومن وراك يديك ويقول عليك ورقصات، وبعتنا 5000 رقاصة. اقرا واسمع، شوف التعليقات عند كل الناس، شوف المؤثرين المصريين اللي راحوا لهم مؤخرا، شوف تعليقات عندهم عنصرية ازاي وقليلة الادب ازاي. ده اللي بنقوله. واو السيسي عدو الله، مظاهرة في بلد المفروض عربي نازل ضد اسرائيل. ايوه ليه بقى، مال السيسي بيها؟ لا السيسي ما دبش على طول، نزل هو دب. السيسي هو المفروض هو اللي يشيل الطين لوحده، امال ايه؟ وانت هتعمل ايه يا قرقور؟ هنشجع ونشتم السيسي برضه زي ما شتمنا السادات، وزي ما خوننا السادات، وزي ما عملنا برضه قبل كده. يعني انت شكرت السادات، بس السادات دب في الاسرائيليين وانتصر، يعني شكرته خاين وعميل وباع القضيه وخدته الشاذلي سعد الدين الشاذلي عندكم يسبهم من صحف عندكم، عملت له مجلات عشان يسب السادات. يعني وانت شكرت السادات قبل كده؟ يعني السيسي عايزه يعملك، انتوا خونه من يومكم. لذلك احب اوجه ده للاعلام المصري للمصريين، يا جماعه دول دبهم على دماغهم عشان يعرفوا حجمهم، هم كده الجزائري تديله على دماغه يعرف حجمه ويهدى يلبد، انما تكبر بيه وتقولوا عليه محترمين وخاوه والكلام الفاضي ده، وتصدق النعومه اللي بيجي لك بيها دي في تعليقات، صدقني والله بتدفع الثمن غالي. واهو نزل يناصر القضيه الفلسطينيه، قال لك السيسي عدو الله وشتم المصريين، وطول النار في التعليقات وفي التيك توك، افتحوا الحدود يا مصر ويا خونه يا يهود يا سلاله اليهود يا اللي صفاتكم يا اللي نعتكم. يوميا ما اعرفش انت بتساند حماس، لازم تسب حد، ما ينفعش يعني ده ايه ده، دي السلطات يعني، ده المايونيز يعني انك تسب الاخرين، ما ينفعش تساند حماس من غير ما تقل ادبك وتهلفط. هم كده الامارات خونه والسعوديه خونه والاردن خونه ومصر خونه والمغرب خونه والدنيا كلها خونه. طب انت عملت ايه؟ بنقرقر كبس كبس على التيك توك بس كده. ورئيسك فين؟ نايم على بطنه زي نايم على بطنه زي العزارة، بيهز رجليه من وراه زي اللي بيسمعوا بيشوفوا اغاني رومانسيه، وقاعد جايب الجزيره بيتابع منها زيه زينا وبس. لكنهم هم كده، هتخلص القضيه هتسمع منه شعارات وطرقعات والحوار الشعري بتاعه ده، ويطلع عايز 10 كتفوني و20 يفكوني، وهم كده شيء بائس جدا. يا الاخوه المصريين ادخلوا معايا كده شويه، الله يخليكم سيبوكم من الخاوه، ونحن اخوه اللهم واحد المسلمين. ده كلام فاضي، مش مع الجزائري، مع اي حد انا معاك صح، مع الجزائري لا، دول محتاجين تصبينه كويسه يكمشوا ويعرفوا حجمهم، وبعدين ننصرف كلا الى عمله. دي الحكايه. نسيت، لا تخرج قبل ان تقول فخص على دي بشر. دي الحكايه، اشوفكم على خير.